اقسمه جزئين راح احط ناخذ f of s يساوي 9 على s زائد 9 و t بتساوي 0.1 هلا ناخذ 9 على s زائد 9 فعندي f of s بتساوي 9 على s زائد 9 هلا بدنا نطلع منه نحوله ل f of z هذا جاهز بالجدول الموجود مش هيك؟ على هذا الجدول لما بحوله f of z يساوي z وهذه minus e to the t و a اللي هي التسعة اوكي مباشرة بالجدول المباشر فعندي هون t بتساوي 0.1 second فبصير عندي f of z بيساوي z على z minus e to the minus 0.1 تسعة واللي بتطلع الترانسفير فانكشن او بيطلع الجواب النهائي هون في عندي انا تسعة يمكن هون لازم دخلنا تسعة هاي لازم طلعتها برا واحطها بهذا الشكل فهذا اللي بتحول لهذا الشكل اللي موجود هون بضل عندي تسعة برا عندي هون لازم تكون تسعة برا من هون فبتصير تسعة زد على زد ماينس وهذا لما بضربه بصير عندي 0.4065 هذه كانها هون عندي اللي عملت لها امبلمنتيشن هاي اللي عملت لها امبلمنتيشن وهاي بتقابل هذا الشكل اللي موجود هون فمعنى هاي ترانسفير فانكشن اللي انا حطيتها هون عمالها السيجنال اللي انت بتحط لها اياها راح تعمل عليها سامبلينج السيريز اوف امبلسز اللي بتنشا ايش راح تعمل فيها؟ راح تدخلها على هذا السيستم اللي موجود هون لكن لو اجينا هلا اخذنا هاي وذ زيرو اوردر هولد فالزيرو اوردر هولد الترانسفير فانكشن تبعت زيرو اوردر هولد بتساوي 1 ماينس اي تو ذا تي اس على اس f of s للبلانت بتساوي 9 على s زائد 9 فبصير عندي الان f of s combined يعني او over all بتساوي 1 minus e to the t على s في s في 9 في s زائد 9 بتساوي 1 minus e to the minus t s 9 على اس زائد 9 هلا هاي بقدر اعمل عليها partial fraction expansion فبتطلع معي هاي اف جي اس تساوي 1 minus e to the t s مضروبه هلا هاي لما تعمل partial fraction expansion عليها بيطلع عندي 1 على اس ناقص 1 على اس زائد 9 خلينا نتاكد انه عملت partial fraction مضبوط بيطلع ايه 1 وبي ناقص 1 مضبوط فصار عندي هلا هدول الاثنين هلا بدنا نتذكر انه e to the minus ts بتساوي z minus 1 و e to the minus n ts بتساوي z to the minus n للتعريف الاصلي للزد بامكاني محل هذه ايش احط 1 minus z to the minus 1 فبصير عندي f g of z بساوي 1 ماينس زد ماينس 1 عوضت محل هاي واللي ضل هون هلا بدي احوله 1 على اس شو بتصير؟ زد على متذكرين زد على زد ناقص 1 مضبوط ناقص وهاي بتصير زد على زد ماينس اي تو ذا ماينس تي في 9 او 9 تي ويساوي 1 ناقص زد تو ذا ماينس 1 لما بضربها بزد شو بتعطيني؟ 1 في زد بتعطيني زد وز ماينس 1 في زد بتعطيني 1 فهاي بتصير زد ماينس 1 على زد ماينس 1 ناقص هاي لما بضربهم بزد بعطوني نفس الشيء زد ناقص 1 على زد ماينس اي تو ذا ماينس 9 تي هاي تتحول لواحد
وإذا بدي أجمعهم بوحد المقامات بصير عندي Z minus E to the minus 9T هون تعطيني Z minus E to the minus 9T minus Z plus 1 Z بتشطب مع Z إيش أعطاني بالنهاية؟ 1 minus E to the minus 9T على Z minus E to the minus 9T E to the minus 9T هي نفس هذا الرقم اللي هون اللي هو Z minus 0.40657 1 minus 4 بعطيني 0.5934 هي F of Z هاي هون F of Z مع 0 order hold قارن هذا الشكل بهذا الشكل الموجود هون هل هم نفسهم؟ هذا في زد فوق هذا في 9 زد فوق هذا في فيش في زد فوق اذا هاي الزد دومين فانكشن بتختلف عن هاي الزد دومين فانكشن لانه هاي الفانكشن اللي موجوده هون هي امبلمنتيشن للفانكشن التالي اللي هي سامبلر زيرو اوردر هولد 9 على اس زائد 9 اوتبوت فالفانكشن اللي بتطلع عليه هون لو دخلت الان يو اوف تي ونفترض يو اوف تي الانبوت كان شكلها زي هيك ايش الشكل السيجنال اللي موجود هون نفترض هذه هون كانت يو اوف اس راح تصير هاي يو ستار اوف اس وشكلها راح يكون سيريز اوف امبلسز والاوتبوت اللي بيطلع معي هون حتى بعد ما اعمل له سامبلينج فهذا الاوتبوت اللي بيطلع هون راح يكون سيريز اوف ريسبونسز تو ان امبلس مزبوط يعني هذا هون مش ريسبونس للفانكشن الاصليه السيستم من هون شو عم بشوف؟ عم بشوف امبلس بيستجيب لها. قبل ما يخلص استجابته للامبلس ايش بيجي؟ امبلس ثاني، فإذا طلعت على هذا الاوتبوت راح اشوف شكله زي هيك. هلا لما بعمل سامبلينج ايش عم باخذ؟ عم باخذ الامبلسز الجديدة هاي بدون اللي بينهم. فاللي راح يطلع معي هون راح يطلع معي هذا الشكل وهذا الشكل وهذا الشكل وهذا الشكل. بنطلع هون عندي يو اوف تي او يو اوف اس. عملنا لها سامبلينج صارت يو ستار اوف اس لما عملنا لها سامبلينج من هون شو صارت سيريز اوف امبلسز نفس الشكل اللي هناك ما اختلف هي يو اوف اس بس هون عملنا عليها زيرو اوردر هولد فالشكل صار وهذا السيستم لما استجاب له الزيرو اوردر هولد اللي موجود هون فراح يكون مثلا هذه النقطه واذا سمينا هذه مثلا الاوتبوت واي اوف اس وهون راح يكون عندي واي ستار اوف اس راح اعمل سامبلينج على السيجنال هاي اللي طلعت معي هون فراح يعطيني سيريز اوف امبلسز السيريز اوف امبلسز هدول مش نفس السيريز اوف امبلسز هدول وهذه هي الاستجابه الصحيحه هون عمالي بضرب السيستم سيريز اوف امبلسز هون عمالي بضربه سيجنال تشبه الى حد كبير السيجنال الاصليه اللي دخلناها من هون شو الاختلاف بينهم؟ وجود الزيرو اوردر هولد من هون ولذلك هاي الفانكشن لو عملت لها امبلمنتيشن في البيك مايكرو كنترولر ما بتكون نفس الفانكشن هاي اذا عملت لها امبلمنتيشن بالبيك مايكرو كنترولر مزبوط هون في عندي زد هون ما في عندي زد هون عندي مضروبه في 9 وهاي مش مضروبه ب 9 هون ففي عندنا اختلاف ما بينتين هلا رح نشوفه من ناحيه عمليه